الخوص ديالنا، مرحبا بكم. هذا الفيديو تاعي غادي نوريكم خلاصة واحد الدخلة ديال الباب. تخيلها كتجيب الليد زويونة كما لاحظتوا هنا، نعطيكم بعض المعلومات سخافين. كما لاحظتوا هنا كان واحد الطوب وهو دي البلاصة فيه من الشروط. هنا هاد البلاصة اللي كانت فيها الليد، لاحظتوا خيوط ديال الليد من الجوانكرو مع الجناب، ومن هاد الكرة هدا سامبل موديرن كيجي فيه الليد في الوسط بسبور بات كداك شحال ما بغيتي تلبس، ثلاثة ولا خمسة، وطاوحة جمالية وجا خفيف من الداخل. هذا من جهة أخرى، هذاك الشوط اللي كتشوف هاد التخيلة الإخوان تسمى كما هو دخل القادوس من السطح. نتوما عارفين أي بلاصة راه يقدر يخرج لك فيها القادوس. هذاك القادوس باش نغطيوه عملنا له الطريقة اللي جميلة، غطينا في نفس الوقت عملنا ديكور، وباش ما نغيروش الدروج من داك الشراطي روندينا وقتلنا في الزيرو، يعني ديك الدورة دورناها في الزيرو باش كيبقى لنا دائما الدرج طالعه ديالو مرتاحه، وكذلك نكونوا حافظنا على المسافه المطلوبه وما يبقاش الانسان الحمد لله على راسو. وهذه الطريقه هذه طريقه فنيه، طريقه ظريفه خفيفه كتكون مثل الديكور في نفس الوقت حتى الامان ديال الدرج والعلو ديالهم. هذه اللي كتدخل من الباب كتجيب على طالع الدرج وكتجيب على الاحجار ديال الاهرامات او الطروات دي حتى للسفلى. هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى تكونوا استفدتوا الاخوان. الصراحه هذاك جا احسن، يعني جا احسن تم القوس داك الشروط من عندنا في ديك الفاندا، عطا واحد الجماليه وعطا واحد اللمسه زوينه لديك الدخيله. جا بحال اللي غطينا الطوبو ديال هذا المسطح، في نفس الوقت عطينا واحد الجماليه.